ده مصطفى ودي عيلته. مصطفى بيحب الخروجات والفسح، بس عنده مشكلة واحدة بس، إن عيلته مختلفين. عيني عليك يا درش. هايدي مراته بتعشق الشوبينج، سيب لها الفيزا بس وشوف هتعمل ايه. وده مودي ابنه، بطل العيلة اللي محتارين فيه. مصطفى عاوزه يلعب كورة. الله عليك يا مو مصطفى. هايدي بقى ليها رأي تاني، لازم يلعب سباحة زي ولاد دودي صاحبتها، مع ان في الأساس مودي بيحب الفيديو جيم. الواد عامل ريكورد مكسر الدنيا. دي بقى ليلي بنت مصطفى، بطل، لا بطل بجد. حياتها عبارة عن جيم، حديد، كروسفيت. بتلاقي نفسها وسط الكاتل بيل والدامبلز. وده جده أبو مصطفى، مراد بيه بطل صلاة البولينج في الستينات، شقاوة قديمة، واللي تعرف فيها على تيتا أم مصطفى، أشكناز البرولوسي، عاشقة البيتزا الإيطالية، بتفكرها بسفريات زمان. ياه، مصطفى بقى بيحب السينما، بس محدش بيشاركه اهتماماته. صعب جدا تلاقي مكان تحبه كل العيلة، بس جوي كلاب عملها. جوي كلاب، كل اللي فيه يتحب.